السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering، معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي. نواصل مع المحور الخامس، مع الآن جزء المكثف، حيث أن هذا المحور الخامس ينقسم إلى قسمين. درسنا في الجزء الأول الاندكتر الملف، واليوم إن شاء الله نبدأ في الجزء الثاني والأخير لهذا المحور الخامس، وهي دراسة المكثف الكهربائي الكاباسيتر. في أول جزء لدرس المكثف سوف نرى أولا إن شاء الله العلاقة بين التيار والجهد، والجهد والتيار في المكثف الكهربائي، وستكون الأهداف على هذا النحو. إذن سوف نتعرف على المعادلات الخاصة بالجهد، التيار، الباور والإنرجي داخل المكثف الكهربائي. كذلك سوف نتعرف على تجميع المكثفات، وسوف ننهي ببعض المسائل التطبيقية. إذن المكثف الكاباسيتر هو إذن باسيف إليمنت مثل الريزيستر والإندكتر. إذن يتكون هذا المكثف الكهربائي من صفيحتين ناقلتين متوازيتين، يفصل بينهما فجوة صغيرة يعني مادة عازلة مثل الهواء، غشاء من الميكا أو الفخار. إذا قمنا بتوصيل هذه الصفائح بمصدر جهد كهربائي، فنلاحظ الآتي: تجمع الشحنات الإيجابية على الصفيحة الإيجابية، وتجمع الشحنات السلبية على الصفيحة السلبية، فتخزن. إذن المكثف سوف يقوم بتخزين هذه الشحنة الكهربائية على شكل إذن مجال كهربائي electric field، يتكون بين صفيحتي المكثف، وهذين الصفيحتين يحمل كل منهما شحنتين متساويتين بالمقدار Q وQ، ومتعاكستين بالإشارة، هذه موجب والأخرى سالب. ثم يقع تفريغ وإطلاق هذه الباور عن طريق إذن عملية التفريغ. إذن عندنا هذه المعادلة الأولى، وهي تربط بين الشحنة Q، وهي بالكولومب، الوحدة بالكولومب ماذا تساوي؟ تساوي كثافة الكاباسيتر ضارب الجهد V. وإذن كثافة المكثف capacitance of capacitor وحدتها الفراد، الجهد وحدته إذن بالفولت، وهذه إذن الشحنة الكهربائية وحدتها بالكولومب. وإليكم الرمز المقنن الذي سنستعمله في الدارات الكهربائية. نبدأ الآن بالعلاقة بين الكرنت والفولتج، بين التيار الكهربائي والجهد في المكثف الكهربائي. نعرف كما رأينا في المحور الأول أن تغير الشحنات في الزمن يعطيني تيار كهربائي، لنتحصل إذن على
العلاقة بين التيار وبين الجهد داخل المكثف. إذن قيمة التيار الكهربائي تساوي قيمة الكثافة، إذن السي الكاباسيتنس ضرب تغير الجهد الكهربائي. إذن نلاحظ من خلال هذا القانون أنه عندما تكون هذا الجهد يكون ثابت، فأن قيمة التيار الكهربائي تساوي صفر، فاشتقاق شيء كونستنت، إذن يساوي إذن التيار هنا صفر، وبالتالي يكون إذن الكاباسيتر كأنه دارة مفتوحة، إذن open circuit. الآن إذن العلاقة العكسية، وهي العلاقة بين الجهد والتيار. رأينا أن قيمة التيار الكهربائي هي قيمة الكاباسيتنس ضرب اشتقاق الجهد. إذن نقوم إذن بالتكامل لإذن نتحصل على قيمة الجهد في المكثف الكهربائي. وفي أغلب الأحيان تكون التي زيرو هذه تساوي صفر، لنتحصل إذن على قانون الجهد داخل المكثف بعلمنا، وتكون قيمة التيار الكهربائي معروفة.